يسعد اوقاتكم. اليوم بدنا نتعلم مع الطفل الحلو اويس عن طريقه الرضاعه الصناعيه. طبعا احنا بننصح بالرضاعه الطبيعيه، اول 6 شهور من حياه الطفل تكون بس رضاعه طبيعيه، وبعديها بنبلش مرحله الاكل. هلا اذا الطفل اضطرينا بدنا نساعده، احيانا ممكن حليب الام بكفي، ممكن في دواعي خاصه عند الام انها ما ترضع الطفل. طبعا طريقه تحضير الرضاعه كل الامهات بيعرفوها، بدها تكون الرضعه معقمه ونظيفه ومرتبه. ضروري جدا لما بنرضع الطفل هلا هو بكون متجاوب معنا وبكون سعيد ومبسوط، بدنا نكون قاعدين قاعده مرتاحين بحيث انه احنا نرفع البيبي زاويه 45 درجه. هلا بدنا نحاول كيف نبلش الرضع الطفل. تفضل عمو، يلا حبيبي، يلا يلا يلا. هلا بنرفع الرضعه، ضروري جدا هون انه تكون الرضاعه اللي هاي معبايه حليب، يعني ما بصير انه اللي يرضعه طفل صغير انه نزل وطلع نزل وطلع بحيث انه الطفل يبلع هواء. طبعا ممكن نشوف الطفل احيانا احنا بنطلع على وجه الطفل، الام بتلعب الطفل، بتحاكي الطفل وهو يرضع، ممكن الرضاعه تاخذ 5 دقائق، ممكن ربع ساعه او احيانا اكثر، فحسب وضع الطفل. هلا مهم جدا احنا زي ما حكينا انه ما ندخل غازات للطفل، شوي شوي بس يخلص الرضعة الطفل، ممكن انه طبعا نعطيه استراحة في نصها، بس يخلص الرضعة الطفل احنا بدنا ندش الطفل، نطلع كيف هو بيرضع بسلاسة، حتى يعني انا مش امه وهو بتطلع علي ومبسوط الولد، لانه يعني فعليا احنا قاعدين قاعدة مرتاحة ومبسوطين فيه وهو مبسوط فينا. هلا احنا مجرد ما خلصنا الرضاعة، هلا طبعا نكون مرتاحين، بدنا نوقف شوي، نرفع البيبي، هلا بدنا ندش البيبي، وهون التدشاية هاي بتخفف الغازات كثير. معظم الامهات لما بدشوا الطفل بدشوا بالطريقه هاي بس هيك، اللهم بيرفعوا الطفل وبربطوا على ظهره، يعني كانه بس هيك تحسيس، وهذا ما بيعمل شيء. كيف بدنا ندش الطفل بطريقه صح؟ هلا انا زي ما هيك رفعت الطفل، طبعا وجه الطفل فوق مستوى كتفي لانه مشان ما ينخنق فيه، خصوصا اذا كان مولود جديد. هلا باجي بعمل ايدي زي الكب هيك فراغ، وباجي بضرب على الطفل. لاحظوا نضرب ضربات خفيفه الا انها مؤثره، التأثير فيها الهواء اللي جوا الإيد عماله برج الطفل، لما رج الطفل الغاز اللي موجود في نص الحليب عماله بيطلع، فالطفل بيتدشى. ممكن نضرب دقيقة دقيقتين مش أكثر، ما بيلزم أكثر من هيك، والطفل لاحظوا يعني أنا رغم إني ضربته، وكمان برجع بحكي أنا مش أمه، يعني لسه أمه راح تكون أحن عليه، هو ما تضايق من الضرب اللي بنضربه إياه، فهيك بنخفف تراكم الغازات عند الطفل. مهم جدا إذا كان الطفل بدنا نساعده الرضاعة الطبيعية هي الأصل، فبننصح الأمهات أول 3 شهور من حياة الطفل ترضع الطفل كل 3 ساعات، ثاني 3 شهور كل 4 ساعات، الرضاعة الطبيعية 10 دقائق لربع ساعة لكل جهة، بعدين إذا حسينا إنه بحاجة حليب صناعي بنكمل له حليب صناعي قد ما بده، وصحة وهنا على قلبه، وإن شاء الله بالسلامة لأطفالكم.